أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية وفق قوانينها المتعارف عليها ضد ممارسة الاحتكار وفرض القانون على المخالفين. وشددت الهيئة على تضامنها مع الجهود الرسمية للدولة في هذا الشأن ومنع الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات من موردي اللحوم الحية الذين تعمدوا إيقاف استيراد الأغنام بغرض رفع أسعار اللحوم حتى شهر رمضان المبارك.